ناخذ الشعيرة الطواف، تجعل الكعبة على يسارك ثم تطوف أول ما والطواف يتكرر، طواف القدوم، طواف الوداع مثلا، طواف الإفاضة، والطواف اللي هو تقرب. ما هو الكعبة عندها الطواف مطلوب أكثر من الصلاة، التطوع، والتطوع إلى آخره، وتحية المسجد إلى آخره. تجعل على يسارك وبالطوف، يعني عكس أقارب الساعة، عكس أقارب الساعة. والغريب إنه العلماء الفلك لما أرادوا إنهم يقولوا يتكلموا عن حركة الكون كله، الكواكب والنجوم وكذا آخره والمجرات وكله، بقول لك الكون كله عكس أقارب الساعة. هاي واحد. طب والذرة، الإلكترونات حول الذرة، الشيء نفسه في نظام كوني. على فكرة تدققوا معي، في نظام كوني من الذرة إلى المجموعة إلى المجرة إلى مليارات المجرات والكون كله، والكون له حركة. فيش شيء في الكون إلا متحرك، فيش سكون، فيش سكون في المخلوقات، كله متحرك حتى الذرات. الذرة إذن الإلكترونات تدور حول النواة. أنت يا مسلم انتبهوا، أنت يا مسلم، وإذا بتذكر يا عماد سنة 85 ممكن يكون نسي بس أنا متذكر، كنا أنا وياه في الطوابق العليا، الناس عم بدوروا 85 وكانت الفكرة موجودة عندنا. قلت طلع كيف هم تماما زي المدارات، الحجاج شو بيعملوا، دورتهم تماما زي دورة الكون، من الذرة للمجموعة للمجرة، كأنهم بقولوا المسلمين وبيعلنوا احنا منسجمين يا رب، يا رب احنا المخلوق المكلف اللي ممكن يشذ وعنده حرية، هينا نعلن انه احنا بأوامرك ننسجم مع حركة الكون. صح، الكون مجبر في حركته ومعقود له هذه السنن، ومعقود له هذه السنن ويمشي على أساسها، وخيرتنا احنا وكنا مخلوق مكلف، هينا احنا يا رب بدنا نعلن كمسلمين انسجامنا مع حركة الكون، هينا الآن في حالة الانسجام. تصوروا لو المسلم وهو يدور يفكر في هذا طاعة لله، أنا المخلوق المتحرر اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني حريتي، هيني أنا بكون كالكون كله الخاضع، أستسلم لله بإرادتي مع الكون المستسلم جبرا، وأدور منسجم يا رب أنا الآن منسجم مع حركة هذا الكون. أنا المسلم اللي ابتداء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الآن جيتك أعلن انسجامي. متذكرها يا عماد؟ قلت لك طلع عليهم، هاي هم بطوفوا شو بعملوا؟ قاعدين بنسجموا مع حركة الكون، بقولوا خاضعين، إسلام، هذا هو الإسلام، مستسلمين.